بجد ألف مبروك يا سلمى. أنا عايزة أعرف بقى أنتي الأول بقى عرفينا عن نفسك وقولنا استقبلت الخبر إزاي. أنا سلمى علي محمد الحيشة، تانية عبد الموري أدبي، كنت في مدرسة الخطيب. مكناش نعرف طبعا الوزير هو اللي اتصل ببابا على الموبايل بتاعه وقال له عاوز أتكلم سيارة. هو كلمني قال لي أنت قاعدة ولا واقفة؟ قلت له لا واقفة. قال لي طب بالراحة اقعدي، أنت طلعتي تانية على الجمهورية. مكناش مصدقين طبعا كلنا، وقعدنا نعيط وصلينا وشكرنا ربنا وشكرنا الحمد لله. لحد بعدين بابا قعد يتكلم بقى العيلة كلها، عرف الناس كلها، الناس كلها جت لنا. وامبارح كان يوم حلو جدا، كل العيلة كانت معانا ولسه بيجوا بقى النهاردة. طيب انت كنت متوقعة ان انت يعني الفترة بتاعت الامتحانات دي كانت الامتحانات كانت صعبة جدا بتاعت الثانوية العامة السنة دي، كان في مشاكل كتير، انت كنت متوقعة ان انت هتجيب المجموع ده؟ ما كنتش متوقعة خالص ترتيب جمهورية، يعني الامتحانات ما كانتش صعبة قوي، ماشي كانت كويسة سهلة، ما عدا كمان امتحان مثلا ممكن التاريخ. ايه أصعب الامتحانات اللي أصعب التاريخ. مادة كنت خايفة منها وقلتي لا خلاص أنا هو التاريخ، التاريخ من الأول أنا عارفة إن هو امتحانه يعني صعب وأنا مش عارفة حله كويس، دخلت لقيت الامتحان فعلا ما كانش كويس قوي. بس الحمد لله، الحمد لله ان هي جت على قد كده. ما كنتش متوقعه طبعا ترتيب جمهوريه، هو كان اقصى حاجه عندي اللي هو ترتيب مدرسه زي ما كل سنه بنعمل، هو يعني هو ترتيب بس اول المدرسه. بس ترتيب الجمهوريه دي كانت حاجه كبيره طبعا، الحمد لله فضل الحمد ربنا. لله الحمد لله. طيب الفتره بقى اللي انت ابتديتي تشدي حيلك فيها في المذاكره، طبعا اول طول السنه كنت بذاكر فين الكتب؟ لا مش قبل الكتب.